للمتابعة. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الغد سهيل الشاعر. سهيل، أصداء هذه المعارضة والرفض الصيني لهذه القمة التي تدعو لها واشنطن تايوان، قمة الديمقراطية. نعم، الولايات المتحدة لم تصدر أي رد رسمي من قبل الخارجية الأمريكية على موقف موسكو وموقف بكين حيال هذه القمة، ولكن الولايات المتحدة كانت قد دعت 110 دول لهذه القمة الافتراضية، وهي الدول التي تم دعوتها هي دول تعتبر ديمقراطيات راسخة أو ديمقراطيات صاعدة. وبالتالي بالنسبة للولايات المتحدة فإن المنطقة التي تمثل أو جزيرة تايوان تمثل منطقة فيها ديمقراطية راسخة، وبالتالي كانت الدعوة. ولكن الولايات المتحدة كانت أعلنت رسميا أنها ما تتبنى سياسة الصين الواحدة، وهي لا تطلب أي تغيير، وقد تم التأكيد على ذلك خلال القمة الافتراضية التي جرت الأسبوع الماضي بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ. ولكن الولايات المتحدة تعتمد سياسة الغموض الاستراتيجي فيما يتعلق بتايوان، وهذه هي نقطة يعني شائكة للغاية في العلاقات الأمريكية الصينية. بالنسبة لموقف موسكو فإن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت أنها قد لا تعترف برئاسة فلاديمير بوتين لروسيا بعد العام 2024، لأن ذلك لا يعتبر حكم شرعي أو قيادة شرعية لروسيا، وهذا ما اعتبرته روسيا تدخلا في شؤونها الداخلية. وبالتالي هناك خلاف حول مفهوم الديمقراطية بين كل من موسكو والصين من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى. شكرا، شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسلنا سهيل الشاعر.